الاوركسترا نحن بحب احكي عن الانسمبل الريفلكتوا اللي هالاوركسترا الرائعه. تواصلوا مع عابد حرصوني عازف العود معنا وقالوا انه حبذا مثلا لو يكون في عمل بيجمعنا شيء عن هويتنا شيء عن تراثنا. ولحسن الصدفه انه جينا قدمنا بهذا المكان الجميل بعد ما قدمنا الاربع الماضي قدمنا بهامبورغ واليوم نحن هون ببرلين. نحن هون لنقدم التراث تبعنا لنقدم الشيء اللي نحس فيه اللي بنحلم فيه نوصله لكل العالم. العمل مع الأوركسترا هون كتير حلو وفيه يعني بعض اللحظات بحب إنه أوقف عن العزف بس لأسمع كيف شغلهم حتى يعني بيجي إحساس كتير رائع. وهنا أكيد تعذبوا شوي بموضوع الآلات العلامات الشرقية بس إنه كانوا أدى وطلع معهم كل شيء. هون بلشنا من الصفر بس في فائدة في نتيجة. نشتغل هون يوم تجي عالم بتحكينا إنه حابين نشتغل معكم حابين نطلع معكم.